بالنسبه لتوحيد لون البشره واللمعان، هذه غتصلح للسيده اللي فيها اللي هي حامل، وهذه هي الوصفه الروسيه اللي غنعطيو اليوم. غتصلح للسيدات واخا يكونوا حوامل؟ نعم بالفعل، ما فيها حتى شي مشكل، ما فيها. هذه كتصلح اذا للسيدات اللي عندهم البقع، عندهم الكلف، عندهم بشره شاحبه، غتصلح لهم كاملين اكيد. فيمكنهم بعدا يستعملوا الوصفه الاولى اللي عطينا ديال البشره. أيه. وغادي نزيدوا غسول طبيعي، يعني ان غوماج اللي كيدار للجسم كامل. يلا هذه بشره روسيه محضه، غادي يقدمها لنا لاول مره دكتور عماد. اذا هذه الوصفه هذه كناخذوا فيها زيت البابونج، الروح ديال الخزامه. نعم، ولكن هنا شنو هو المكون الاساسي؟ هو سنيده. اذا علاش سنيده؟ غنقول لكم علاش. لان سنيده كتوازن لنا الافرازات ديال الدهون، سنيده كتحافظ لنا على التوازن المائي ديال البشره، فهذا هو اللي مهم. وسنيده سريعه الامتصاص، وكما شفتوا ان هذه الوصفه كيمكن لهم يديروها حتى الحوامل وحتى المرضعات بطريقه امنه. نعم. زائد انها كترفع لنا من القوه ديال البابونج ديال الكامازولين، هذه الماده اللي فيها، وديال الزيت الاساسي ديال الخزامه. الطريقه ديال الاستعمال، معلقه كبيره ديال زيت البابونج، 10 ديال النقيطات ديال الزيت الاساسي ديال الخزامه لويل اسونسييل دو لافوند، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال سنيده. غنخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كيتخلطوا مع سنيده، كتولي كتعطينا واحد النوع ديال سنيده بارفيومي. هذيك كنديروا بها غوماج، يعني من بعد ما كنبللوا الجسم ديالنا كنديروا غوماج على الدات كامله، الايدي، الاقدام، الدات. كنديروا هاد الغوماج بطريقه دائريه مده ديال 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنغسلوه اللي كما بغيتوا ديروه في الاول. مثلا ملي كتمشيو للحمام ديروه هو الاول ولا ديروه هو الاخر، كديروه جوج المرات في الاسبوع وكتداوموا عليه مده ديال 3 شهور، وان شاء الله في 15 يوم الاولانيه كتولي كتبان لكم النضاره ديال البشره.